السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في فيديو جديد بنتكلم فيه النهاردة عن سؤال مهم جدا. مع كثرة مفسرين الأحلام، وده أمر مرضي وليس أمر مرضي، يعني مع وجود الكثير من مفسرين الأحلام هذا أمر مرضي وليس أمر مرضي. فجميع الأنبياء كانوا يفسرون الأحلام، جميع العلماء أو معظم العلماء كانوا يفسرون الأحلام. لو احنا مسكنا كتب التفسير هنلاقي على مر العصور كل عصر وفي الكم الغفير من مفسرين الأحلام، بل أن في آخر الزمان فقد يكثر المفسرين، لأنه تكاد رؤيا المؤمن أنها لا تكذب، تكاد رؤيا المؤمن ألا تكذب في آخر الزمان. فكثير يبقى المؤمنين هيشوفوا رؤى كتير جدا، فمحتاجين لمفسرين الأحلام. ولكن يا أحبابنا الكرام، مع وجود كل المفسرين دول بنقول لا يخلو مفسر من أنه يخطأ في التفسير، لا يخلو مفسر كائنا من كان من أنه يخطأ في التفسير. فإن أبا بكر رضي الله عنه أخطأ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن سيدنا أبو بكر بيستعرض علمه أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يسأل عن رؤيا، وكأن سيدنا أبو بكر بيستعرض علمه أمام النبي، تلميذ النبي بيقول له طب شوفني أنا هعمل إيه. ولكن سيدنا أبو بكر يفسر الرؤيا أمام النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لقد أصبت في بعض وأخطأت في بعض. إذن فلا يخلو معبر من أنه يخطئ في تفسير الرؤيا، قد يخطئ في تفسير الرؤيا. ولكن السؤال اللي احنا بنتكلم عليه بقى يا أحبابنا الكرام، طب أنا أفسر رؤيتي عند مين من المفسرين؟ المفسرين كتير جدا، بس مين اللي أفسر عنده رؤيتي؟ يقول الشيخ محمد ابن حسن ولد الدودو حفظه الله، يقول فسر رؤيتك عند اللي بتكثر وقوع تفسيراته على أرض الواقع. فسر رؤيتك عند المفسر اللي معظم تفسيراته بتقع على أرض الواقع. ده اللي احنا حبينا ان احنا نلقي الضوء عليه، وحبينا ان احنا نبينه النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك، ولو تشيروا هذا الخير مع الناس لتعم الفائدة. كمان يا احبابنا الكرام اللي بيشوفني لأول مرة، يا ريت يعمل اشتراك في القناة، يفعل خاصية الجرس يختار منها كل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.